ساكن وخلصنا بقى يعني تعبنا حاجة تعبنا. ميرسي كتير. نحن بدنا نسقط هالحكم السياسي اللي عنا نرجع نستعيد الأموال المنهوبة لأنه حالنا بقى يزيحوا هالسياسيين عنا بقى. لك ايد بايد سلسله بشريه لنوصل فيها لوين؟ ايد بايد الشعب اللبناني وكل الدنيا تطور، لبنان ما في تطور بالوجود اللي هن فيه. شو جاي تقولي اليوم ايد بايد وسلسله بشريه عم تشاركي فيها؟ نحن كشعب طرابلسي جايين ناكد اليوم اللي عم نشوفه بطرابلس وهي عروسه الثوره، اللي عم نشوفه هيدي هي طرابلس بعكس ما كان السياسيين هن مرجيين طرابلس مانو مزبوط ابدا، هيدي صوره طرابلس حقيقيه وهيدا الشعب طرابلسي. ايد بايد جاي تقولي شو؟ لازم نضل ياتنا متوحدين على هالشيء.